اهلا وسهلا ومرحبا فيكم في برنامجكم وش صاير، معكم عبد المحسن اللافي. قبل ما نبدا خلوني ارحب بضيوفي. مساء الخير رشا. مساء الورد عبد المحسن. لا 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 لا، وين الطاقه؟ انت ليه خذيت قاب؟ القاب اللي خذيته ضيعني، قلت كل كلمه. مساء الورد عبد المحسن. وين الانطلاقه؟ مساء الرضا يا مساء الجمال. شكرا شكرا. وكمان خلوني ارحب بالمميز المثير والرائع سام. يا اهلا والله، مساء الخير. مساء النور والسرور. اهلا وسهلا. صراحه اليوم حنبدا بموضوع قوي جدا، فخلونا نبدا على طول. يلا. التحدي يشعل حرب العطور بين يزيد الراجحي وفهد الرويس، وسبب كلمة العطر الأصلي بعد أن أطلق يزيد الراجحي مجموعة عطرية مملوكة لأخته سارة، وهو يردد جملة الطيب الأصلي بالسعر الأصلي، وأعلن عن جائزة لتأكيد كلامه. خلونا نشوف هذا الفيديو. كلكم بكتب بحط لكم أنا أسماء الشركات اللي تستورد منها العطور، السائل العطري والكحول. أبعطيكم مثال على شركة من الشركات اللي تشتغل، شركة فرنسية، كل الماركات العالمية، أغلب الماركات العالمية تشتغل مع هذه الشركات اللي بحط لكم إياها، هي تشتغل معنا. بعد هذا التحدي الدنيا انقلبت، في محاولة للعديد من المشاهير في قبول التحدي وإظهار حقيقة العطر. ومن اللي دخلوا على الخط أحد مشاهير براندات العطور، وهو فهد الرويس، اللي طلع في مقطع وشرح بالتفصيل. بعد هذا الفيديو اشتدت حرب التصريحات بين يزيد الراجحي وبين فهد الرويس وبين العديد من المشاهير اللي أكدوا أن العطور ما هي أصلية بالدليل والبرهان، مما أشعل غضب يزيد الراجحي وطلع وهو يتوعد بهذه الإجراءات. وقفنا بالمرة الأولى شوي، هدينا، ولكن شفنا الموضوع قاعد يزيد، فقلت لهم انطلقوا خذوا الإجراء اللي تشوفونه مناسب. السالفة كبرت، فهد الرويس طلع يتكلم ويقول فيه أحد يتحدى وبعدين يشتكي، ونشر فيديو ينتقد فيه فكرة التحدي اللي أطلقها يزيد الراجحي ويوجه له رسالة. خلينا نشوف وش قال. صراحة أنا أتعجب من يزيد الراجحي إنه يعلن التحدي للجميع، ويعلن إن له 10 مليون اللي يكتشف إن البراند ما هو بأصلي، وفي النهاية ما يرد. تأخير البيان عن وقت الحاجة حرام. يعني أنت الآن ليش ما ترد؟ ليش ما تبين وننهي الموضوع؟ الموضوع جالس ترند وأنت تهدد بالشكوى. بالله في أحد يتحدى بعدين يهدد بالشكوى؟ طيب للي مو فاهم السالفة، يزيد الراجحي أطلق براند عطور فكرته أنه مستوحى من عطور عالمية. فمثلا لو في عطر معروف لشركة اسمها كانيل، يزيد الراجحي يعمل لك مثل هذا العطر بالضبط، ولكن على قولة يزيد بسعره الأصلي، بمعنى بسعر يكاد يذكر حتى. إيش رأيك بهذا التحدي رشاء؟ شوف، احنا بدايه احنا ما نفهم اكيد في عالم العطور وهذا كله، احنا مو مختصين، بس نفهم انه عطر قيمته 1000 ريال بالضبط. يزيد جالس يبيعه ب 75 ريال. بس كمان يعني انا ما اعتقد ان في احد حيطلع عبد المحسن ويعطي تحدي بهذا المبلغ. احنا قاعدين نحكي عن ملايين اذا هو مو واثق عن منتجه. احنا يعني احنا حاليا ترى يعني متفرجين للاثنين، نبغى نشوف مين فيهم بالنهايه اللي بيطلع. بس انه ما اعتقد منطقيا انه في شخص بيطلع ويحكي ويعطي هذا التحدي وهذا المبلغ اذا هو مو قد يعني مو قد هذا المنتج او مو قد التحدي اللي هو حطه. طيب قبل ما ناخذ راي سام في هذا التحدي، معليش ابيك تفسر لنا وش التحدي بالضبط. يزيد يتحدى في ماذا؟ يزيد يتحدى يقول انه انا قاعد اخذ الموردين للمواد الخام اللي أنا أخذها، هم نفس الموردين يعني لو في شركة اسمها كانيل معروفة عالمية، الموردين اللي أنا قاعد أخذ من نفس الموردين نفس الزيوت العطرية بالضبط، ولكن أبيعها بسعرها الأصلي على قولته. على قوله. هذه من جهة. من جهة ثانية، خليني عشان كمان نعطي الموضوع شوية سياق، من أول ما نزل العطر كان في حرب. بداية الحرب كانت
ما خلوا الصغار التجار والمستثمرين كسروا سوق العطور. ايه واضح انه الاستراتيجية هذه ما اشتغلت. على طول شفنا الاستراتيجية الثانية انه صار غالي، هذه جودة رديئة. ولكن في النهاية انا اشوف من وجهة نظري يزيد الراجحي رجل أعمال متمرس عنده من الخبرة، أكيد أنه درس السوق، شاف الفجوة، عرف إيش يسوي، يعرف إيش يقول. في جهات ممكن تجي على وبالنهاية الفائدة للمستهلك، هذا واحد. من الجهة الثانية وكيفك تبي تشتري اشتري، ما تبي تشتري والنهاية فهد عندك وجهة نظر أحترمها، أشوف وجهة النظر هذه. ولكن برضو في مقطع طلع يقول الناس تركوني. إذا أنت عندك وجهة نظر ومبدأ إيش تبغى بالناس، فهمت علي؟ بس معليش، الناس تحب يزيد الراجحي فبيدافعون عنه بكل الأحوال، فهو ممكن حصل هجوم فهد الرويس اليوم في نهاية المطاف، لأنه عندنا إحنا ناس ما نقبل إنه إحنا أنت صاحب القضية وأنت اللي طالع، ما لا تحتاج الناس، فهمت؟ لا تقعد وبعدين يعني حتى لو بدأ يحس إنه هو مكروه ويتنمرون عليه، هذه تعرف تأثير التعليقات السلبية على الشخص. إذن لا يخوض في هذا الطريق، لا يخوض هذا الطريق. اختر معاركك، اختر معاركك، ادخل ادخل وعارف ايش تبغى تسوي. زي الكتاب حق The Art of War، المعركة تحسم من قبل ما تبدأ، خصوصا ان الناس مبسوطة. فعلا الناس مبسوطة، ترى يعني في ناس، على فكرة، على انه في ناس ضد فهد، بس في ناس كثير انا قاعد اشوفها بالتعليقات لا معاه طبعا، وقاعد ينتظرون النتيجة. ونبغى نشوف فهد وش قاعد يقول، انه الزيوت العطرية هذه موجودة ترى في الاسواق الشعبية وسعرها ارخص هناك، هو اللهم انه جالس يبيع الخمسين ملي فبالتالي مقلل السعر بالضبط. بينما هو اغلى لانه انا اخذها من الاسواق الشعبية ما اللي موجود ترى فكرة المستوحاة موجودة من زمان، ما هي جديدة، ما تنظر. هذا اللي في المعقلية، ولكن بكميات اكبر ولذلك سعرها اعلى. هذا اللي في المعقلية، كم إيجاراته التشغيلية مقارنة بإيجارات تشغيلية يزيد أو غيره، عرفت؟ المحلات اللي تفتح 24 ساعة عبد المحسن، الضمانات اللي عنده، ما أدري إيش يسميه الضمان، إذا ما عجبك خليه عندك وخذ فلوسك. صح. النقطة اللي كثير ما يشوفون، أونلاين موجود، النقطة مهمة، عنصر أساسي في الاستدامة في الأعمال، إنه جزء من الربح أو جزء يطلع لأعمال خيرية. هذا معليش، وكل هذا يدخل بالتسعير طبعاً. يمكن المستهلك ما يعرف هذا. سؤال أخير، إيش رأيك بجملة الطيب الأصلي بالسعر الأصلي؟ هل عطور يزيد الراجح اللي قاعد يطلقها اليوم هي الطيب الأصلي أصلاً؟ قلت لك بالبداية إحنا يعني مو خبيرين بالعطور، وأنا ما جربت العطر إلى الآن، بس بالنهاية كل واحد حب السلوغن حقه. إيه بس أوكي، هي عبارة وأنت حر فيها بغض النظر. بالضبط. بس حقوق المؤلف اللي ألف عطر كانيل اللي افترضنا أنه اسمه كانيل وعطر عالمي، أي وين حقوقه؟ إيه بس ما أنا قاعد أقول لك عبد المحسن، إحنا بالنهاية ترى يا إنه إحنا زباين حنشتري، يا إنه إحنا قاعدين نتفرج. على فكرة إحنا يعني إحنا لا اللي صنعنا معاهم العطر ولا إحنا عارفين إيش سووا، لا فهد ولا يزيد، إحنا قاعدين ننتظر بالنهاية إيش حيصير. طب هل تعتقدين إنه كلمة مستوحاة هي لفة لكلمة تقليد؟ زينها شوي، يمكن زينها شوي، يعني رتبها الكلمة يمكن. أنت مع شراء هذا النوع من العطور؟ كل واحد حر، كل واحد وذوقه. أنت تشترينها؟ أنت تشترينها؟ أنا من عرفتني وأنا عندي عطرين في حياتي ما غيرتهم والله العظيم، هم فيعني كل واحد حر بذوقه بالنهاية، يعني كل واحد وذوقه. هذه كانت أخبارنا الليلة، لا تروحون بعيد، راجعين بعد الفاصل. بعد قليل الـ AI يتسبب بحذف كليب راشد الماجد. لا تنكري وجهي فأنت حبيبتي، وورود ما مائدتي وكأس شرابي. لا تنكري وجهي فأنت حبيبتي، وورود مائدتي وكأس شرابي. إيش؟ حنا بحلم ولا بعلم؟ راشد الماجد نزل ألبوم؟ صدق؟ سرنا في عيد الحج اللي يقول عليه كل مرة؟ ولا هذه كذبة إبريل ولا شو الوضع؟ شوفوا لنا يوليو ما فيه كذبة من هنا أو هناك؟
دقيقة دقيقة، ألبوم ألبوم حقيقي، يعني مجموعة أغاني جديدة تنزل مع بوستر وكذا. هذا اللي راح نتأكد منه بفقرتنا، ألبوم راشد الماجد استحالة. يا جماعة أنتم متأكدين راشد الماجد ما غيره ولا تشابه أسماء؟ يعني هو أبو طلال الملقب بالسندباد أو الخد في روايات أخرى؟ يعني ما في أي شيء بالسالفة، مزح أو طقطقة ولا شيء، لأنه بصراحة مو قادر أصدق. طيب راشد حقنا ولا واحد ثاني يشبهه ولا ذكاء اصطناعي؟ إلا هو والله. مبروك، وأخيرا هرمنا لأجل هذه اللحظة التاريخية. استحالة استحالة، لا مو استحالة يعني مستحيل، استحالة هو اسم ألبوم الفنان الكبير راشد الماجد الجديد، واللي نزلت منه 4 أغاني قبل يومين، وأمس تم طرحه كاملا بالتزامن مع يوم ميلاد أبو طلال اللي يصادف 27 يوليو. عسى عمرك طويل حبيب قلوبنا كلنا، وعسى سنينك كلها إبداعات تطرب مسامعنا. طبعا الألبوم بالكامل من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، أما الكلمات فتنوعت ما بين مهندس الكلمة الأمير البدر بن عبد المحسن الله يرحمه، دايب السيف الأمير خالد الفيصل الله يطول بعمره، الراحل العملاق نزار قباني. إيش؟ راشد غنى من قصائد الشاعر نزار قباني؟ إيه نعم زي ما تسمعون، وكمان الشاعر محمد بن فطيس لأول مرة، بالإضافة لمجموعة متنوعة من الشعراء كمان. على فكرة لو الوقت يسمح ودنا نسمعكم مقاطع من 14 أغنية، بس لأننا لازم نختار واحدة فاخترنا لكم أغنية على مقام الغلا، لأنه هالأغنية بالذات أثارت جدل كبير بسبب الفيديو كليب حقها، فبعد نزوله بساعات والهجوم الكبير اللي صار على الكليب لأنهم الظاهر ما لقوا راشد الحقيقي فجابوه بالAI أو الذكاء الاصطناعي، واللي صار بعدها أنه تم حذف الفيديو كليب بكبره من اليوتيوب. خلونا نشوف مقطع من هالفيديو كليب المحذوف. على مقام الغلا دوز انزلك قلبي وعزف على وتار نبضي بجمل الحانك، على مقام الغلا دوز انزلك قلبي وعزف على وتار نبضي بجمل الحانك، غرد بحسك وخل الصوت الله يا زين هالصوت اللي وحشنا ملايين. بس بالنسبة للكليب الحمد لله، وبصراحة يعني زين انه انحذف. طبعا بالنسبة للأصداء وردود الفعل تنوعت ما بين الصدمة للحين انه راشد نزل ألبوم أصلا، وما بين الفرح بجديده بعد غياب. أما البعض من جمهور بو طلال فزعلانين لأنه لقوه مو قد المستوى المأمول، خاصة بعد هالسنين الطويلة من الانتظار، وتحديدا لأنهم تمنوا أنه يكون فيه تنوع بالألحان وعدم الاعتماد على ملحن واحد فقط. بس أنا أقول خلاص يا أخي، أهم شيء راشد وفى بوعده وطرح جديد، ولا وألبوم كامل بعد رح نتشرط كمان وندقق. الحين العيون كلها على حفله القادم. يا ابو طلال ارحمنا يا اخي ارجوك، الشعوب الامم الناس كلها تطالب بحفلتك، زي ما كان الالبوم حلم وتحقق، حقق لنا هالحلم كمان، تكفى يا راشد. وهنا السؤال الصعب لسام ورشاء، تقييمكم لالبوم راشد بعد هالانقطاع لسنوات، والسؤال الأهم متى
راح تكون حفلته القادمة. أحد يجيب لنا العلم تكفون. خلنا ننبسط الحين وننطر بالألبوم. طماع. طماع أنت مرة طماع. طبيعي مع أبو طلال أكيد يصير طماع. أيوه خلنا نجي صراحة أنا سمعت أغنيتين بسرعة، واحدة منهم هذه اللي مقام الغلا عجبتني أنا وزمان عن سندباد صراحة أبو طلال. اتصور انه خلينا ناخذ هذا، وبرضه هذا لا يعني انه ما نبغى حد. شوف احنا نعرف انه راشد الماجد ما يحب يسوي فيديو كليبات، ترى فيديو كليبات وهي القديمه اول ما بدا زمان. بعدين صار في فجوه، صرنا ما نعرف شكل راشد اصلا من كثر ما انه هو ما يسوي فيديو كليبات قليله جدا، بس لدرجه انه يسوون فيديو كليب بدون وجوده. لا لا يا ابو طلال هذه قويه. اسمح. حطين صورته في الشاشة تقولين يعني. طب ليه الطمع؟ احنا بالاول كنا نبغى اغاني لازم. طمع والله ليه بس الطمع؟ من حقه برضه والله من حقه. طبعا حتى لما قلت نسينا شكله ابالغ، ولا ايه؟ احنا شكلك محفور نحلم فيه. هو محفور يا اخي نحبك يا هو محفور بالقلب. بس يعني خلينا ننبسط الحين بالاغاني وهانت طالما. بس انه صدق يعني لا فيديو كليبات لا لقاءات، الالبوم اكثر من 10 سنوات احنا مستنيين. هانت يعني مش كده اقول لك هانت. اللي تزوج واللي ولد واللي تخرج واللي يعني انتقل. عبد المحسن من سيزناني ناشد مثل البوم واللي انتقل لمقام اخر. طيب رأيك بالألبوم بصراحة؟ شوف أنا عشان أكون صريحة يعني ما سمعتها كاملة. ألبوم ثقيل. أي وما سمعته لأنه أحس يبغى لها كذا تكون فاضي ويكند ما في دوام برواق. ألحان ثقيلة. أي طربية. ونزار قباني أنا متحمسة أسمع الأغنية. تتوقعين توصل للمراهقين للشباب الصغار هذا النوع من الأغاني؟ شوف راشد من الأسامي اللي خلينا نقول قليلة الكل يحبها. صح. كبير صغير الكل يحبها صح. فأتوقع الكل متحمس إنه يسمع كل الأغاني. لأنه أغاني مكبلها. بالضبط. فيها. بالضبط. من الألبومات المنتظرة هالسنة كمان ألبوم أنغام، واللي أثارت جدل كبير وبلبلة واسعة بعد ما طرحت البوستر، والسبب أنه الألبوم رح يكون من إنتاجها الخاص وتحديداً إنتاج شركتها الجديدة اللي سمتها صوت مصر. فطبعاً جن جنون فانز شيرين اللي يشوفون أنها الأحق بهذا اللقب، ورجعت اشتعلت الحرب اللي أصلاً مهدت بسبب هاللقب. هل تشوفون أنها حركة خلينا نقول ذكية من أنغام للتسويق لألبومها، خاصة أنها الأقدم ومسيرتها أطول فهي تستحق اللقب أكثر، ولا أنتم مع مدرسة خلينا نقول الفنانين اللي ما يحبون الألقاب ولا يتمسكون فيها ويشوفون أن الفنان لازم يفتخر باسمه بس ويكون هو أهم لقب له؟ أنت عاشقة بجنون لأنغام، نسمع رأيك. شوف أنا عند أنغام ما أقدر أكون محايدة مهما حاولت، والله حاولت بس ما أقدر. لا لا معليش أنت في برنامج وصاير تكونين محايدة رجع. خليني أكمل الكلام. يعني أنغام صوت مصر. إيه؟ صوت العرب، صوت الدنيا كلها أنغام. صوت العرب، صوت كل العالم أنغام. احساس يعني انغام هي فنانه العرب، هي فنانه العالم كله. انت تدخلين الان لا انت دخلتي على خط جديد. كانت الحرب في مصر. ما انا قاعد اقول لك ما اقدر اكون محايده. دخلتي على خط الملكه احلام. ما اقدر اكون محايده عند انغام. الملكه احلام انا ما قلت شيء. احلام الكل بالكل اكيد يعني، بس انغام بالنسبه لي انا ما اقدر اكون محايده عند انغام صراحه. ايش رايك بخطوه انه هي تنتج البومها الخاص؟ وكثير من الفنانين كاظم الساهر، تامر حسني، كثير فنانين كثير بدوا دخلوا في خط ان هم ينتجون لنفسهم. ليه؟ وطلعوا لنا باغاني يعني البوم حلو، فانا متوقع ان شاء الله انه انغام كمان راح تبدا يعني اكيد. وترى على فكره حتى شيرين صرحت في لقاء قديم لها انه صوت مصر هي انغام، وشيرين على يمينها وعلى يسارها مين؟ امل ماهر. طيب انت قول لي ليش كثير من الفنانين اتجهوا لإنتاجهم الخاص؟ شوف قد تكون بالنسبة لهم أريح. هذا طبعاً ما هو جديد، يعني المغنيين والفنانين الأوروبيين وفي أمريكا دائماً يبدأون في إنتاج بعدين يكون عنده القدرة يكون أفضل بالنسبة له، والوقت اللي يبغاه ما يحتاج ينسق ساعات استوديو، خلاص موجود عنده ويصير هو صاحب الأمر في متى ما يجي والتوزيع. هل ممكن يوصلون لمستوى ينتجون لغيرهم ولا صعب في المنافسة الموجودة في السوق؟ إذا كان من ضمن استراتيجيتهم أكيد يقدرون. إذا يبغون يقدرون يوصلون. طبعاً كمان هالسنة 2024 سمعنا ألبوم أيقونة الشرق أصالة ثم أنا، كمان سمعنا أغنيتين من جديد شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم، والحين ألبوم السندباد راشد الماجد، وعندنا ألبوم صوت مصر أنغام.
شكلها 20-24 سنة، غنية جدا بإبداعات كبار فناني الصف الأول. وش أكثر ألبوم لفتكم للحين بين كل هالألبومات؟ ومين بعد الفنان اللي تنتظرون جديد؟ أكثر شيء لفتني ما فيها كلام هو راشد. ما فيها كلام ولا هذه منتهيين. مين أتمنى أشوف صراحة؟ أنا نفسي شخصياً أتمنى أشوف أصيل أبو بكر بألبوم جديد. زمان صح، أصيل من 2015 يعني صوتك حلو، هذا كان ألبوم ويعني لي كثير، في أغاني كثيرة لها محلها الخاص مهما قدمت تبقى يعني الوقت ما يأثر عليها. فهذا أتمنى أسمع منه صراحة. الله لا تلف علي، أصيل أبو بكر أوف. يعني هي ما كانت في بالي بس لما قالها فعلا أصيل أبو بكر والله يا فعلا صدق زمان ما سمعنا الأصيل. طب حسين جسمي ترى من زمان ما نزل ألبوم، أي شغال سناقل بس بالضبط. وغلبها مصري. طب نبغى ألبوم خليجي، اشتقنا لأغانيك الخليجية. فعلا صحيح. طب على طاري ألبوم راشد، وبما أنه المعجزات الفنية والأحلام جالسة تتحقق شكلها، هل ممكن تكتمل بعودة عباس إبراهيم للساحة الفنية ولا خلاص تمت؟ لا مصقناها كذا، لا كذا مصقناها، إحنا نتمنى صعب، أكيد نتمنى صعب. بس أحس مصقناها صعبة كثير مو شوي. نتمنى زي ما قالت راشد، هو صح هذا تو ماتش زي ما أنت قلت، يعني خلينا على الحفلة يعني ألبوم حفلة بعدين. طب على طاري الأحلام راشد الماجد حبيب قلبي، يعني إذا ودك أحد يقدم لك حفلتك القادمة أنا موجود جاهز، وممكن ايش كلمه من رشا اكيد كلمه من ساعة كلنا حاضرين قاسم الجمل كلنا حاضرين ما عندنا مشكله، انا موافقه بس احضر اقعد قدام وانت قدم الحفل واحنا اللي بندفع لك وانت نرجع لكم بعد الفاصل وبعد قليل فقره اخذ ورد. متابعينا على قناة SBC رجعنا لكم من جديد، والحين ننتقل إلى فقرة أخذ ورد. هبة المسلم انفلونسر طلعت في بودكاست اسمه بودكاست بثينة، البودكاست مدته ساعتين لكن أهم ما انتشر منه كان هذا المقطع. اسمي مطلقة مرتاحة صحية أحسن من اسمي متزوجة مريضة، ما هو المرض من وين إيه يا حبيبة قلبي؟ من هذا ومن النفسية ومن الاسترس. لا تقولي لي أبداً الإنسان هذا مريض وهو عايش سعيد. سام تعليقك على فيديو هبة المسلم؟ مو الفيديو هذا، الطرح هذا اللي بتكلم عنه، إنه ليش لازم التباين هذا؟ صح. فهمت؟ يعني تبغى معاك فلوس أو تكون مريض. يعني ما يصير فلوس بصحة أو فقير مريض، ما ينفع يكون متزوج مزبوط أو مطلق. صح. وتعبان. صح. فهمت؟ يعني زمان كانوا يصورون المطلقة على أنها إنسانة أخطأت، اليوم يصورونها على أنها إنسانة بطلة وناجحة والمفترض تعمل كذا، ما في حل وسط؟ هو هذا التوازن وينه؟ ليش دائما نجيب التطرف هذا في الطرح؟ صح. وتلقى نفسك أنك أكيد بتروح لا غلط. اليوم في تشجيع على الطلاق؟ ما أقدر أخالفك. إيه في رشا كونك امرأة اليوم نبغى تعليقك قبل ما تقرأين تعليقات الناس. شوف هو صح، ما عاد في هذا من جد يا فوق يا تحت، بس أعتقد إنه الأغلب صار يحكي كذا عن النساء، لأن في كثير نساء تقول لك ما أبغى أطلق، في كثير ناس نساء تكون عايشة وضع صعب بس تكون عن عشان أطفالي عشان الناس لا تقول عني مرحلة التعاون أي بين عيال، يمكن الأغلب بدأ يطلع يقول بهذه الطريقة عشان يوضحون لهم، بس خاف ما تلقى زوج اخر. اي خلينا نقدر نكون بالنص انه فعلا في متزوجه تكون مرتاحه، بس اذا انت مو مرتاحه كمان حلو ان انت تكوني مطلقه بس مو عايشه، يعني خلينا نكون في توازن. انت سويتي لنا التوازن. يس. نبغى تعليقات الناس في السوشيال ميديا على مقطع هبه المسلم. طيب خلينا نبدا بفهد. فهد قال واذا شافت واحده متزوجه ومبسوطه بطنها يغلي من القهر وودها تكون مكانها، شياطين الانس. بالأخير ما حد يتمنى الحياة الجميلة، هم يعني بس كمان احنا نقول لو عشت لحالك بتعيشين سعيدة، كمان تقدرين تبسطين نفسك، تعتمدين على ذاتك.
بطلنا زمن انه المرأة معتمدة فقط على رجل. على رجل. يكملها. دلال قالت ترويج سام جدا للطلاق. هذا سام واحد ثاني مو انا ترى، ما لي دخل. كويس انك تشابه اسامي قرأت نفسك، لانه مواضيع ترى الدخول، انا ما ادري شلون قاعد اناقش ذا الموضوع، ترى الدخول فيها معركة. انا ما قلت شيء يا جماعة. خالد قال طيب في مطلقة برضو مريضة نفسية وفي متزوجة مرتاحة صحية، ليش تشويه الزواج للدرجة دي؟ ترى أغلب المتزوجين مبسوطين بفضل الله. يمكن التطرف يجب أن يقابله تطرف ثاني علشان نرجع ما للنص. ما في هذا ممكن؟ يعني الله يديم يعني ناس المتزوجة ومبسوطة، ويعني كمان اللي عايشوا حياة صعبة لا اطلق يصير. أنا ما قلت no comment. أنا لن أشجع على شيء في هذه الحلقة. طيب الريم آخر واحدة قالت كانت تكلمت عن نفسها وإنها مرتاحة، إيش دخلها بالمتزوجة؟ يعني إحنا شوف خلينا نكون واقعيين، إحنا شفنا دقيقتين من البودكاست، إحنا ما شفناه كامل، فإحنا ما ندري قبل وبعد هي إيش قالت، حرام كمان نبدأ يعني. بس أنت تشوفين إنه لو كملنا المقطع ولقينا إنه هي عممت، مفروض ما تعمم وتتكلم عن نفسها. إنه فقط. ومفروض إنه أنت تتكلمي عن الفئة اللي متزوجة وهي مو راضية وتعبانة، أوكي. تقدرين تتطلقين، واللي مبسوطة لا خليكي مبسوطة فعلا، فهمت؟ نعمل هذا التوازن اللي احنا حكينا عنه، هذه هي. وصلنا لنهاية حلقة الليلة، لقائنا فيكم يتجدد الأسبوع المقبل على قناة SBC بحلقة ومواضيع جديدة، لا تنسون تتفاعلون معنا، تابعوا تفاصيل أكثر من المواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج. في أمان الله.